يجون علينا بالقانون وقانون العقوبات، ولما يصدر الحكم يطبق القانون ويصدر الحكم ممكن إعفاء الجاني من العقوبة بعدة أساليب، وسهل جدا، أسهل من مجرد كلام. القانون هو السيد، وباسم القانون قد تهان
عائله يا بنتي وشرف ابوش. انا خفت عليش من انا خايفه عليش من المجتمع. ممكن تنحرمين من الدراسه، ممكن تصيري اثيره البيت. بس ما راح اتزوجها لو شو يصير، حتى لو ادفع الثمن مرتين، ومستعده ادفع حياتي ثمن كرامتي. لا لا لا، يمكن اسمح بان يكافئ هذا المجرم بعروس مثلك. انت للحين صغيره، لا تعرفين قوانين امور الزواج، ولا تعرفين قوانين وامور الحمل والولاده. راح يوقع عقد الزواج في المحكمه، وراح يوقع عقد الطلاق في المحكمه. المفروض يوقع عقد الجمال في المحكمه، وبعدها عقد الاعدام او المؤبد في المحكمه. احنا مرينا بهالقضايا بالقبل واحنا مستعدين لها بعد. زين لو طلعت حامل، الشرع يحرم الاجهاض وارقام الاجهاض تستمر في تزايد. الشرع